عمره 81 سنة. نعم. اتمرضت. نعم. اتمرضت عبي بيت بالنعمانية طاقن. نعم. قالت يا تمرضت، قالوا يا بدا بس فين الروح؟ قلت لها يا بالله شاهد بس اصير جيم اجي البس لك. نعم. اطيك يا بيت. نعم. فرحت الحبيب اللي طلع سلام الله عليه، دخلت عليه الله شافاني. الحمد لله. بعدين طاح في البيت، باعوه البيت. نعم. طردوني من البيت. لا اله الا الله. فهي سوت بنتي، باعت البيت وقدر رجلها 10 ملايين، وهذا اللي قلت انه وحتى البيت اجرته على حسابها، وانا بنسح مرماطوني وعمر 81 سنه وقاعد بخرابه مالتي وكل شيء مالتوني، شنو يحكمون ذولا؟ تمام، تسمع الجواب ان شاء الله. أيوة. شكرا لك على اتصالك ابو حكمة، تحياتنا. اشكرك عيون رحمه الله. يعني لاهميه الموضوع سيدنا نقدم سؤال الاخ ابو حكمة، اعيد لك التفاصيل سيدنا لو سمعتها كلها. بني ابو حكمة عمره 81 سنه سيدنا. بني. يقول تمرضت انا عندي بيت، فقلت لهم للي داير مداري بس اصير زين، البنت الظاهر بس اصير زين اسجل البيت باسمك. يقول اجيت دعيت رب العالمين لما زرت الامام علي عليه السلام، من الله علي بالشفاء. يقول فلقيت بنتي او هي بنتها ماخذ البيت وبايعته، والان مأجر البيت وتاخذ هي الاموال. يقول اني طردوني والان ساكن في خرابه، فما عليهم؟ يعني هو في الواقع ما اعطاه البيت، قال لها الله شاهد بس اصير زين انطيك البيت. زين، صار زين وما انطاها. يقول لي هي اخذت البيت باعتها وطردتني. هو وعدها، وعدها أن أعطيه نعم. البيت، مو نذر ولا شيء. قال الله شاهد، كلمة الله شاهد. هذا في واقع الحال وعد، وهذا الوعد لا يعني تمليك. نعم. وهذه الفتاة ارتكبت حرام، لأنه مال الغير جدتي صرفت به، والله أنطاني حكاية. هذا الكلام هو يقال، بس ليش هذا؟ خل أقول كلمة كلش أوضح. نعم. إذا قلت لك يا أستاذ مرتضى، قلت لك أنا وهبتك هذا الموبايل. وهبتك إياه هبة يعني هدية، هذه هدية مني إلك. نعم. بس الموبايل ظل يمك. قل قبلته، قل قبلته. مو خافت انعقد. لا تقول قبلته، قل خافت انعقد سيدنا. يا أخي قل قبلته. قبلته سيدنا. قبلته. زين. قال قبلته، فهاي الهبة هذا الموبايل للأخ، هبة. قال قبلته، بس أقول بطلته، أنا قلت بطلت. يجوز؟ إيه يجوز. ليش؟ لأن بعد ما قبضها، لو كان يقبضها ويتصرف بها، نعم. اما ما قبضها، فشوفوا انا هبه قدامكم، اعطيت هبه، رجال خاف يقول لي قلت له قبلته، بعدين قلت بطلته، انا قلت بطلت، لان الهبه من العقود اللي يمكن انسان ان يتراجع يبطلها، يسموها عقود جائزه. زين، هذا الرجال حتى لو كان مطي البيت لبنته، ولكن ما مسجله باسمها وهي راحت سوت قضايا، فهذا لا يجوز تعدي على المال الغير، وستساءل يوم القيامه.